تم يوم الجمعة بالرباط التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون ترم تشجيع التكوين والبحث العلمي في المجالات المتعلقة بالشباب والرياضة وتطوير الممارسة الرياضية بمؤسسات التعليم العالي. وتهم الاتفاقية الأولى مجال التعاون بين الجانبين في مجال الشأن الرياضي في شموليته، بينما همت الاتفاقية الثانية التعاون في مجال الرياضة الجامعية. نحن بصدد تعاون بين وزارتينا من أجل النهوض بالرياضة داخل الجامعات، والرياضة كذلك خزان للشغل، إذن هي فرص كذلك لشبابنا. والحكومة منكبة على إشكالية الشباب، إشكالية البطالة، ونحن الآن نفتح مجالا جديدا بالنسبة لشبابنا، ولي اليقين بعد سنوات إن شاء الله سنجني ثمار هذه الاتفاقية. اليوم احنا أمام واحد نفس جديد، واحد مقاربة جديدة تروم طبعا توسيع القاعدة ديال الممارسين من خلال هذه الاتفاقيات، لأن الفلسفة ديال الاتفاقية هي في آخر المطاف هو الرجوع على الرياضة، ترجع للجامعة، ترجع للمدرسة، وترجع للأحياء. إذا طبعا هذه مبادرات اللي بدينا فيها، واليوم احنا بصدد هذه المبادرة باش نرجعوا يعني الرياضة للأحياء من الأحياء الجامعية، من خلال يعني إعطاء فرص للطلبة الجامعيين أنهم يمارسوا الرياضات المفضلة ديالهم، ولكن وفق واحد المنظور جديد اللي فيه المصاحبة، فيه المرافقة. ويتمثل الهدف من الاتفاقيتين في تفعيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بتاريخ 24 أكتوبر 2008، وتفعيل توجهات وخطة الحكومة في هذا الشأن من خلال تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الأنشطة والمنشآت الشبابية والرياضية والبحث العلمي وتكوين الأطر.